مرحبا بكم. هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، ترافق ذلك مع قرار البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 1% لتصبح 14%، وهو ما يتفق مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ينطوي على مخاطر كبيرة والذي ينتهجه الرئيس التركي. فالدولار الأمريكي ارتفع إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام، ما هز بشدة السوق التركية الناشئة، فالليرة وسعت خسائرها منذ نهاية العام الماضي إلى أكثر من 50%. تقلبات مالية ونقدية وضعت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في الزاوية، مع تنامي الغضب الشعبي والنقمة الاقتصادية على البرامج المتبعة. وحاول أردوغان الالتفاف على كل هذا، فرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة من 2850 ليرة. الاقتصاد التركي في أزمة، هذا ظاهر ولا شك فيه، وهو ينتج مظاهر أزمات اجتماعية كانت بعيدة عن الشارع التركي، كما حصل هذا الأسبوع مع تكدس مئات الأتراك أمام الأفران للحصول على خبز بسعر مدعوم. من تركيا ينضم إلينا أحمد ذقر الله، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة ماردين التركية وخبير اقتصادي، للحديث والتفصيل أكثر في كل هذه الملفات. أهلا بك دكتور ذقر الله. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. قبل الاستفاضة يعني بالحديث والمحاور والأسئلة، اسمح لنا أن نشاهد تقريرا لمراسل الميادين في تركيا محمود واثق يضيء حول الاقتصاد التركي وتراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار. رب ضارة نافعة، هكذا يتعامل ياووز كوبيلاي صاحب مطعم متواضع في منطقة سياحية وسط إسطنبول مع أزمة الليرة التركية. انتعشت تجارة الرجل بفضل تدفق السياح الأجانب إلى هذه المدينة التي تجذب الناس إليها، فالأسعار باتت مغرية للزوار نظرا إلى التراجع المستمر لليرة مقابل الدولار. السياح الأجانب هم المستفيدون من فقدان الليرة قيمتها، فالأسعار تعد مغرية لهم. رأينا تدفقا كبيرا للسياح إلى هذه المنطقة في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى عودة الحياة مجددا إلى معظم القطاعات السياحية ومنها المطاعم. السياحة كلمة سر اقتصاد تركيا التي باتت وجهة مفضلة للسياح، فبرغم ارتفاع الأسعار عادت الحياة إلى الأسواق مجددا، وحولت السلطات أزمة الليرة إلى فرصة لجذب السياح وتعزيز النمو الاقتصادي ومزيد من الخدمات. الأسعار جيدة جدا، وبسبب تراجع الليرة مقابل الدولار نستطيع شراء كمية كبيرة من الحاجيات، وكذلك أصبحت الخدمات أفضل من ذي قبل. صحيح أن هناك صعوبات في الاقتصاد التركي تعود إلى أزمة الليرة، لكن ذلك لا ينعكس سلبا على السياح، على العكس تماما، نستفيد من تراجع الليرة برؤية مزيد من الوجهات السياحية في البلد. بدورها تسعى الحكومة إلى تحويل الأزمة الاقتصادية إلى فرصة لتعزيز الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد، مع تشجيع الصادرات وفتح البلاد أمام آفاق جديدة للاستثمارات. انعكاسات سلبية وأخرى إيجابية لأزمة الليرة التركية المستمرة، فتأثر أسعار السلع بانخفاض الليرة واقع يومي يعيشه الأتراك، والواقع أيضا أن فقدان الليرة قيمتها السوقية لم يؤدي إلى ضعف الإنتاج والتوظيف. محمود واثق، إسطنبول، الميادين. سيد ذكر الله، تبدو الليرة التركية هذا العام كما وأنها تتسابق مع عملات أخرى عربية أو أجنبية بتسجيل أسوأ أداء لها. السؤال، لماذا يحصل ذلك؟ تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج وللسادة المشاهدين. أهلا. دعني أتحفظ أولا على فكرة أنه توجد أزمة اقتصادية في تركيا. توجد أزمة ليرة نعم، بينما لا توجد أزمة اقتصادية، لأن مفهوم الأزمة قد ينطبق على دولة لا تنتج، قد ينطبق على دولة لا تتوسع في صادراتها، قد ينطبق على دولة لا يأتي إليها السياح، قد لا تنطبق على دولة لا يوجد عندها تنوع اقتصادي. تركيا
تتنوع القطاعات الاقتصادية، عندها قطاع زراعي جيد جدا، عندها قطاع صناعي جيد جدا، أسلحة دفاعية جيدة جدا، حتى داخل القطاع السياحي نفسه، قطاع سياحي متطور للغاية، يوجد سياحة طبية، سياحة علاجية، سياحة ثقافية، سياحة مؤتمرات، في 2500 مؤتمر تعد لها تركيا في العام القادم. إذا لا توجد أزمة اقتصادية في تركيا، إنما توجد أزمة عملة، توجد وجهة نظر للدولة، وجهة نظر للدولة ببساطة أن الدولة تريد أن تزيد الإنتاج الحقيقي. في فرق ما بين الإنتاج الحقيقي والإنتاج المالي. الإنتاج الحقيقي السلعي، الزراعي، الصناعي، الأسلحة وغير ذلك من الأمور. الإنتاج المالي هي أن تتكالب الأموال وتتصارع حول سعر الفائدة المرتفع، كما يحدث في كل دول العالم. هناك ما يوجد أو ما يسمى بالأموال الساخنة، هذه الأموال التي تلهث وراء أسعار الفائدة العليا أو المرتفعة من دولة إلى أخرى. فعندما ترفع أمريكا من سعر الفائدة، وهو المتوقع احتمال في هذا الشهر أو الشهر القادم أو الذي يليه، ستنسحب هذه الأموال من تركيا كما هو الحال في كل الاقتصادات الناشئة، وتذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأموال لا تنتج شيئا حقيقيا ملموسا يمكن الاعتماد عليه. إذا وجهة نظر الإدارة التركية في هذه المرحلة أن ارتفاع معدل الفائدة سيؤدي بالتبعية إلى تحول الاقتصاد التركي إلى اقتصاد مالي، مضاربات مالية لا تنتج سلع، لا تنتج وظائف، وبالتالي هذا خطر كبير على مستقبل الشعب التركي. ولذلك الحكومة التركية والرئيس قرر أن يدخل في مغامرة، هي مغامرة كبيرة أربكت قطاعات كثيرة من الشعب، هذه هي الحقيقة. هوت بالليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية على الإطلاق، وربما هو أقل مستوى لأداء الليرة منذ قدوم الرئيس إلى الحكم منذ ما يقارب 20 عاما، ولكن هذه المغامرة كانت لها حيثيتها، كانت لها واقعيتها، كانت لها أسبابها التي تقف وراءها والتي يمكن أن نراها فيما بعد الأشهر القادمة. هذه معدل الفائدة يشكل خطر على الاقتصاد التركي كما يشكل خطر على كل الاقتصادات التي تعمل به. وأريد أن أذكر حضرتك والمشاهدين جميعا أن سعر الفائدة في أمريكا يقارب الصفر، وسعر الفائدة في اليابان يقارب الصفر، وسعر الفائدة في الاتحاد الأوروبي كاملا يقارب الصفر. وبالتالي هؤلاء حتى منذ الأزمة المالية العالمية، منذ أزمة كورونا والإغلاقات، والبنوك المركزية ضخت لديهم تلال من الأموال في داخل الاقتصاديتين، سبب تضخما مرتفعا. هل التضخم المرتفع كان من الواجب بالسياسات النقدية العادية المتعارف عليها؟ كان من الواجب أن يرتفع معدل الفائدة في هذه البلدان، ولكن كما هو تصريح كريستين ليجارد من الاتحاد الأوروبي، قالت ببساطة أنه ضرر رفع أسعار الفائدة أكبر بكثير من انخفاض أسعار الفائدة. إذن يوجد يمكن القول أنه يوجد حيثية ومعقولية كبيرة لدى الإدارة التركية فيما تتخذه من قرارات بشأن معدل الفائدة والتي أثرت سلبا على سعر الليرة. عايز أقول جملة أخيرة قبل سؤال حضرتك، وهي المشكلة الكبرى كيف يمكن أن تواجه تركيا الآثار السلبية لانخفاض سعر الليرة على المواطن التركي. سوف أسألك هذا السؤال، ولكن سيد ذكر الله أتفهم دفاعك عن الحكومة والسياسة النقدية للبنك المركزي، ولكن يعني الأزمة النقدية والمالية وانخفاض سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية أمام الدولار لم تشهدها تركيا من قبل، هو أحد الإخفاقات الاقتصادية لهذه الحكومة، ما أدى إلى ارتفاع يعني نسبة الفقر في البلاد والانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. نحن نشاهد مشاهد للمرة الأولى نراها في تركيا، اصطفاف المواطنين أمام الأفران للحصول على خبز بسعر مدعوم، هذا يؤشر إلى مستوى معين من الفقر، وهو أحد أوجه المشكلات الاقتصادية التي رفضت أن تعترف أن تركيا واقعة بها. نعم أنا معك تماما، أنا لم أرفض، أنا لم أقول أنه، أنا أقول أنه لا يوجد هناك أزمة اقتصادية على المستوى الكبير، ولكن أقول هناك أزمة ليرة وأزمة ارتباك داخلي. المواطن مرتبك لأن الحكومة لم تستطع أن تسوق له برنامجها الجديد المعتمد على خفض معدل الفائدة ومعدل وبالتالي سعر الليرة، لم تستطع أن تسوق هذا إلى المواطن، وبالتالي تحاول أن تساعده بشكل أو بآخر في مرور هذه الأزمة بأقل قدر من الخسائر على 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 وجه التحديد. وبالتالي هذا المواطن التركي فوجئ كما فوجئنا جميعا بإصرار من الحكومة على خفض متتالي لسعر الفائدة، وبالتالي انخفاض سعر الليرة، وبالتالي ارتفاعات
نستطيع أن نسميها مهووسة في الأسعار في الداخل التركي. هذا لا يؤثر على السائح وإنما يؤثر على المواطن التركي الداخلي، وبالتالي الحكومة صارعت بعد ذلك بطمأنة الجماهير ورفع الحد الأدنى من الأجور وغير ذلك. أنا في رأيي أن هذه الإجراءات ليست كافية، وأن هناك ارتباك في الإدارة التركية في هذه اللحظة. على سبيل المثال أنا كنت أقترح منذ فترة طويلة أن يوجد ما يسمى هناك بالدولار الجمركي، بعض الدول التي تنخفض فيها العملة بصورة كبيرة ويوجد فيها بعض السلع الضرورية المستوردة من الخارج مثل الدواء وغيره، يجب أن يكون لديها شيء محدد تستطيع أن تلمسه، أو ما يمكن أن نسميه سعر العملة المميز، سعر الدولار المميز. يمكن أن نعطيه لمستوردين الدواء أو بعض السلع الرئيسية لكي نحقق استقرار في الشارع. أنا أعتقد أن كل ذلك الارتباك هو ارتباك مؤقت لمدة بضعة أشهر، لا ستمر هذه الأشهر وستخطو تركيا نحو آفاق اقتصادية جديدة. نحن العام الماضي يا سيدي كنا نتكلم عن 168 مليار دولار، الآن تخطينا 220 مليار دولار بزيادة تزيد عن 50 مليار دولار صادرات وليس إنتاجا، صادرات في عام واحد. تركيا تحاول أن تحقق أهداف اقتصادية وتخطو نحو تحقيق أهداف اقتصادية في مئوياتها الجديدة التي تحل في العام القادم، ولكن هذا لا يمنع من التفكير في الآثار السلبية على المواطنين وكيفية مواجهتها. الإعداد الإعلامي لم يكن إعدادا جيدا في هذه الخطوة. أيضا الحد الأدنى للأجور الذي لا نعرف نحن الخبراء ولا تعرف الحكومة على ما أعتقد ما هو القاع الذي ستهبط إليه الليرة في الفترة القادمة. أنا شخصيا أتوقع أنه يمكن أن يصل الدولار إلى 20 ليرة. توقعاتنا لمستوى الأسعار في الشارع التركي ستكون مخيفة للغاية، ولن يفيد معها فقط حد أدنى للأجور أو تخفيض بعض الضرائب. كم يبلغ أو ممكن أن يبلغ سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي؟ هل هناك من توقعات مالية أو نقدية تستند إلى تحليلات صحيحة وجدية لسعر الليرة في الأشهر المقبلة؟ أنا لا أعتقد أنه توجد تحليلات يمكن الاستناد عليها في هذا الشأن، لأننا أمام عدة سيناريوهات. السيناريو الأول أنه مع الضغط الكبير الذي حدث في الشارع التركي خلال الشهر الماضي أن تبطئ الحكومة أو تهدئ من وتيرة معدل الفائدة، وهذا ما حدث بالأمس. كلنا كنا نتوقع بالأمس وطبقا لتصريحات الرئيس أن هناك انخفاض، ولكن هناك فريقين، فريق يقول أن الانخفاض كان سيكون كبيرا 2% أو 4%، وفريق آخر يقول أن الحكومة مع هذه المشاكل الكبيرة والمضاربات من بيوت المال العالمية، وللأسف يوجد مجموعة من المتضررين سواء في الداخل التركي أو في الخارج التركي من كبار بيوت المال العالمية متضررين من محاربة تركيا لسعر الفائدة. محاربة تركيا لسعر الفائدة معناها أنه يمكن أن تخلق حالة عدوى في هذه الحالة، هذه حالة العدوى يمكن أن تنتقل إلى بيوت المال العالمية اللي كلها بتلعب في أنظمة مالية في دوران النقود دون أن يكون هناك موضوع حقيقي أو سلة حقيقية. هذه الأمور والمضاربات التي هوت بالليرة، وبالتالي يمكن القول أنه في حالة تهدئة هذه الليرة امبارح لم تهبط كما كنا متوقعين. لو البنك المركزي أقدم على تخفيض الليرة ب4% أو 3% كان الهبوط سيكون أكبر من ذلك بكثير. ولكن هذه التهدئة المرحلية أنا أسميها تهدئة تكتيكية، لأن الأمور لا تؤخذ هكذا واحدة واحدة، ممكن خطوة خطوة ممكن أن نصل إلى ما يريد الرئيس والحكومة في هذا البرنامج، وعدم تحميل المواطنين وإرباكهم أكثر من الارتباك الذي وقع عليهم خلال الفترة الماضية. طيب سيد ذكر الله، هل تعتقد أن ما يحصل داخل تركيا هو مؤامرة خارجية أم سياسات اقتصادية خاطئة للحكومة ومعها البنك المركزي؟ طبعا يعني يمكن عندما نقول أن هناك سياسات خاطئة يجب أن ننظر إلى مجمل الاقتصاد، وأنا قلت لحضرتك مؤشرات السياحة التركية عادت كما هي. لا يمكن أن يعني عندما نريد أن نتحدث عن بلد نجح في الاقتصاد ماذا نقول؟ ننظر إلى مؤشرات معدل النمو، ننظر إلى مؤشرات الإنتاج الحقيقي، ننظر إلى مؤشرات زيادة الصادرات، ننظر إلى هذه المؤشرات ينظر الاقتصاديين. كل هذه المؤشرات بلا استثناء في تركيا فيما عدا الليرة والفقر كما تقول حضرتك هما المؤشرات
الشيء الذين يهبطان. كل المؤشرات السابقة يعني هي في ارتفاع، وارتفاع جدير يعني بالثناء وجدير بالتقليد. يعني إذا كانت الدولة تريد أن تقلد، فماذا تقلد غير التجربة التركية في الإنتاج الحقيقي والتصدير وغير ذلك؟ لا يعني ذلك أن الاقتصاد التركي الحقيقي لا يعاني مشاكل، وإنما يعاني بعض المشاكل يمكن التغلب عليها. أما أزمة الليرة لا يمكن أن تكون فقط نتيجة، يعني على سبيل المثال نتيجة المضاربة العالمية. على سبيل المثال أزمة الليرة التركية عندما كانت أسعار الفائدة حوالي 15-16% في الفترة الماضية ظلت على حالها ثابتة قيمتها بالنسبة للدولار ما يقارب 6 أشهر كاملة، لم تنقص إلا قليل للغاية. وبالتالي يمكن القول أن الإدارة التركية عندما خفضت سعر الفائدة كانت تعرف أن هناك آثاراً سلبية ستحدث على سعر الليرة، وبالتالي يمكن القول أيضاً أن الإدارة التركية تعمدت ذلك. في بعض الأحيان الدولة تلجأ إلى الخفض المتعمد لسعر عملتها المحلية لكي تكسب الكثير في جانب الصادرات وقدرتها التنافسية العالية واختراق الأسواق في الخارج، تكسب الكثير في جانب السياحة، تكسب الكثير في مجموعة من الجوانب الاقتصادية الهامة. تكسب الكثير طبعا في جانب البطالة، تخفيض معدلات البطالة إلى أقل ما يمكن. أنا أعتقد الآن أنه يوجد بالاتصال مع بعض الأصدقاء من أصحاب المصانع، يوجد أزمة عمالة في تركيا، العمالة الفنية المدربة أقصد، يعني يوجد بطالة طبعا، ولكن العمالة الفنية المؤقتة المدربة وذات المهارات في بعض القطاعات يوجد فيها مشكلة الآن، لأن حجم الصادرات التركية أصبح مهولا. طيب. ويتزايد ويقفز بصورة كبيرة للغاية. المضاربات العالمية باختصار لها دور، ولكن دور بسيط ومؤطر في ظل سياسة كلية متعمدة لهذا الانخفاض وتسعى نحو تحقيق أهداف، والرئيس يقول أنها أهداف قصيرة الأجل. طيب، لكن هل تعتقد أن اليد الأمريكية تلعب لعبتها على الساحة التركية وهي التي كانت السبب وراء تدهور سعر صرف الليرة؟ لماذا وماذا تريد أمريكا؟ يعني بالطبع كل الدول لها مناطق نفوذ عالمية أو قوى داخلية فيما يسمى بالدول العميقة. الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتحاد الأوروبي، هذه الشركات وريثة الاستعمار، هذه الشركات التي تربح تلال الأموال على حساب كل الدول. لا يكفي أن أضرب للسادة المشاهدين مثالا واحدا أن عقود النفط واستكشافه هي بالمناصفة ما بين الدولة وبين هذه الشركات. يعني تخيل حضرتك والسادة المشاهدين أن نفط السعودية والكويت والإمارات ونيجيريا وفنزويلا وكل هذا النفط نصفه لهذه الدول والنصف الآخر للشركات العاملة في قطاعات الاستكشاف وكذلك الغاز الطبيعي. فبالتالي هذه الأموال، هذه القدرات المالية الضخمة لهذه الشركات هو الذي خلق النظام المالي العالمي. ماذا تفعل هذه الشركات بهذه الفوائد المالية؟ هي تستفيد من سعر الفائدة في مصر، في تركيا، في نيجيريا، في جنوب أفريقيا، في البرازيل، في الأرجنتين، في كل الأسواق الناشئة. فإذا ما قامت دولة معينة بتخفيض سعر الفائدة هدفها كأنما تقوم بحرب على مثل هذه الشركات الضخمة الكبرى. طيب. أنا أقول أنه يعني الجزء السياسي في موضوع الليرة بالنسبة لأمريكا أنا لا أفهم فيه كثيرا، ولكني أتفهم جدا موقف النظام المالي العالمي بقوته الدافعة وهي الشركات. طيب. المتعددة الجنسيات في كيفية أو في محاربة الليرة التركية، وهو ما انعكس سلبا على المواطن التركي، لأنه منذ عقود لم نشاهد في الشوارع التركية تظاهرات احتجاجا على سياسات اقتصادية ولمطالب شعبية. السؤال، هل نحن أمام نوع من فقدان الأمن الاجتماعي في الشارع التركي؟ أنا أعتقد أن هذا لا يحدث على الإطلاق. يعني أولا المظاهرات كانت محدودة للغاية وطبيعية في ظل حالة الارتباك الذي تمر بها الليرة التركية ويمر بها المواطن التركي، وكما قلت لحضرتك منذ قليل أن هذا الارتباك ناتج أن مثل هذه السياسات التدخلية المتعمدة القوية كان يجب أن يصاحبها جهازا إعلاميا قويا يوضح ويشرح المواطنين التداعيات السلبية المتوقعة ويعطيهم الأمل في عندما تنجح هذه السياسات ما
ماذا سيكون أوضاع تركيا في الفترة القادمة؟ هذا هو المطلوب الآن. ماذا يشعر المواطن التركي؟ أنا أقول لك أن الرئيس أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية بكل إنجازاتها على مستوى الاقتصادي خلال 20 عام الماضية تقريبا لا يمكن أن تغامر، هذا هو المنطقي والمعقول والمقبول، لا يمكن أن تغامر هذه المغامرة الكبرى إلا إذا كانت لديها من القوة ما يمكن أن تعيد به الليرة التركية إلى أوضاع الاستقرار. لا أقول أن الليرة سترتفع، لأني قلت في وسط الكلام دلوقتي إن الليرة التركية انخفاضها يعود بالفائدة على الحكومة وعلى المواطن التركي، ولكن ليس كل هذا الانخفاض الكبير، وبالتالي يمكن أن يحرص استقرار في خلال 3-4 أشهر الجايين، ويمكن أن تعود إلى أوضاع مقبولة الليرة التركية إلى أسعار مقبولة للمواطن التركي ويتحقق الاستقرار. كل هذا قبل الانتخابات، وهذا ما يعد به الرئيس ونتمنى أن يحدث إن شاء الله. أمام هذه المشكلة التي أشرت إليها، الاقتصادية بوجهها العام والنقدية بوجهها الخاص، لماذا إذن الرئيس التركي والمصرف المركزي مصران على اتباع سياسة مالية واحدة أثبتت الأيام فشلها؟ السياسة النقدية المتبعة في الجانب التركي زي ما قلت لحضرتك لها العديد من الدلائل التي تشير إلى نجاعتها، ولكن هذه الدلائل لن تعطي نتائج، أو هذه السياسة لن تعطي نتائج في الأجل القصير، يعني على مستوى 3 أشهر أو 6 أشهر لن تعطي نتائج. أنا أعتقد أنها يمكن أن تعطي نتائج في خلال 6 إلى 12 شهر القادمين قبل الانتخابات ب6 أو 9 أشهر، يمكن أن نرى سياسة ملحوظة في ذلك أو تأثيرا ناجحا لهذه السياسة، عندما لا نجد بطالة في تركيا أو تنخفض البطالة إلى حدها الأدنى، عندما تعود السياحة إلى مستويات ما قبل كورونا وأكثر من ذلك بكثير، عندما نجد أن هناك طفرات، المزيد من طفرات في معدل النمو الاقتصادي التركي الذي يقال أنه سيقارب 9% العام الحالي، كل المؤسسات الدولية بتقول 7% وتتحسن هذه النسب مع اقتراب نهاية العام إلى 8 أو 9%، مع زيادة الصادرات التركية وطفراتها التي تحدث بصورة شبه يومية أو بصورة شبه شهرية، نجد أن هناك طفرة في الصادرات التركية. كل هذا من وجهة نظري يجعل البنك المركزي والرئيس مصممان على التدخل العنيف هذا. عايز أقول لحضرتك ونعطي فقط مثالا للمواطنين أن هذا الرئيس يغامر ويغامر بمستقبله السياسي من أجل مصلحة اقتصادية هو يراها للشعب. أننا لو أمس فقط البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة إلى 17%، كانت الليرة سترتفع ويشعر المواطن بارتياح. يمكن أن نتحمل بعض الشيء في مقابل أن نحصل على المزيد من النجاحات الاقتصادية في الفترة القادمة. أشرت إلى مخاض يستمر إلى نحو 6 أشهر إلى ما قبل أو قبيل الانتخابات، ولكن المؤشرات والإحصاءات تشير إلى أن ما دون 40% تراجع التأييد الشعبي للتحالف الحاكم وفق آخر استطلاعات الرأي بسبب الأزمة الناجمة عن تقلبات الليرة. برأيك هل حزب العدالة والتنمية سيدفع ثمن فشل السياسة النقدية في البلاد خلال الانتخابات؟ إذا لم تحدث انتخابات مبكرة، وهذا سيناريو أستبعده تماما، إذا لم تحدث هذه الانتخابات المبكرة فنحن أمامنا عام ونصف كامل حتى موعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فنحن أمامنا فترة طويلة لكي يمكن أن يتحسن مردود هذه السياسات على المواطن التركي إلى حد كبير. حضرتك تعرف والمواطنين والسادة المشاهدين يعرفون أيضا أن نتائج استطلاعات الرأي حتى اليوم الأخير هي في تقلبات كبيرة، حتى في الانتخابات الأمريكية هناك تقلبات في الاستطلاعات، فيمكن أن يحدث تحسن في مواقف الرأي بالنسبة للجمهور التركي حول الحزب الحاكم وتحالفاته خلال الفترة القادمة. نحن نتكلم عن فترة طويلة، نتكلم عن عام ونصف، نتكلم عن مردود اقتصادي قد يكون بعد 6 أشهر أو أكثر قليل أو أقل قليلا أو أكثر كثيرا. يعني في مثل هذه الأمور يمكن أن تحدث تحسنات تخالف التوقعات السياسية السائدة الآن. أستاذ الاقتصاد في جامعة مردين التركية السيد أحمد ذكر الله، كنت معنا من تركيا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وينتهي هذا الحوار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.